السلام الله عليكم مشاهدينا الافاضل، نتابع تسليط الضوء على اخر المستجدات في الساحه السياسيه الجزائريه. نتحدث عن لقاء الافافاس جبهه القوى الاشتراكيه مع حزبي السلطه او طرفي السلطه، جبهه التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، عن ابعاد هذا اللقاء وعن دلالاته. نحلل ايضا مختلف وجهات النظر حول ما جاء اخيرا في بيان تنسيقيه الحريات والانتقال الديمقراطي، عن اجتهادات السياسيين من اجل عمليه التغيير التي يرونها ضروريه، وحول ما يتردد عن شغور منصب الرئاسة رئاسة الجمهورية وكل ما له علاقة بالساحة السياسية في الجزائر. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ النقاش نشاهد هذا التقرير لزميلنا محمد مغراوي ثم نعود. يجمع سياسيون ومراقبون على أن النظام الجزائري بلغ مرحلة الشل والتيه، وأنه بات غير قادر على تقديم أي حل سياسي لحالة الانسداد والتردي الخطير الذي أصاب كل مؤسسات الدولة ومختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية للجزائر. كما يتهمون النظام بالفشل في التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات السياسية التي اقترحتها المعارضة للخروج من الأزمة، ابتداء من مشروع الانتقال الديمقراطي الذي لاقى ولأول مرة في تاريخ الجزائر إجماعا وطنيا عريضا من جل أطياف المعارضة باختلافاتها الأيديولوجية والسياسية بندوة مظفران، والتي ضمت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وقطب التغيير والخبراء والشخصية الوطنية. النظام فشل أيضا في متابعة وتثمين وتقييم مشاريع قام بها هو، كمشروع التعديل الدستوري الذي لم يعرف مصيره ليومنا هذا، ومن دون أدنى اكتراث من طرف السلطة لكل المشاورات واللقاءات التي عقدت بهذا الشأن مع أكثر من 150 شخصية وطنية. بل الأدهى أن السلطة تحاول من حين إلى آخر استدراج المعارضة إلى جولات وصولات لا تنتهي من النقاش والحوار لكسب الوقت وتمييع الحياة السياسية. وربما تكللت محاولات السلطة بإنجاز اختراق ما في المعارضة لتحقيق توازن معين يمنحها جرعة أكسجين سياسي ويمكنها من إنعاش مؤقت. فكان أقدم حزب معارض جبهة القوى الاشتراكية هو الغنم القاصية التي نال منها ذئب السلطة، فكان لقاء أقدم حزب حاكم الأفلان بأقدم حزب معارض الأففاس لإحباط ادعاء المعارضة بأن السلطة هي من ترفض الإجماع والتوافق والحوار لحل حالة الوضع المسدود. ورغم تذرع الطرفين بضرورة التقارب لدرء أخطار كبيرة تتربص بالجزائر قبل الذكرى الستين لثورة الفاتح من نوفمبر، إلا أن مراقبين يصفون هذا التقارب بسياسة عقيمة دأب عليها النظام لصيانة الكرسي والاستمرار في السلطة، وذلك بإكثار المبادرات والمشاريع والندوات واللعب على غريزة التمني والطمع والرجاء بدل الذهاب مباشرة لحوار وطني مع كل الفاعلين السياسيين دون تهميش أو إقصاء، والتعامل معهم كشركاء لا كخصوم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل، وأسعد بالأحرى بالترحيب بالأستاذ الدكتور أنور هدام رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية من واشنطن. دكتور أنور، كيف ترى هذا اللقاء الذي تم أخيرا وهو الحدث في الساحة السياسية في الجزائر بين جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس اختصارا مع طرفي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي؟ البعض حذروا من هذا اللقاء، قالوا هذه مبادرة مبيتة، قالوا انها ربما ملغمه مفخخه هذا اللقاء، هكذا وصفوه، والبعض الاخر قالوا هو اجتهاد ويجوز لاي حزب ان يجتهد سياسيا بالطرق التي يراها ناجعه. انت كيف ترى هذا اللقاء؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، واسمح لي نقدم تحيات يعني تهنئاتي بمناسبه حلول شهر اول محرم. نعم، شكرا. للسنه الهجريه الجديده، ان شاء الله ربي يجعل هذه السنه هذه بكل خير على شعبنا وشعوب منطقتنا المغاربية والعالم الإسلامي إن شاء الله.
نعم بإذن الله. شكرا أخي عثمان. بالنسبة لنا أنا أعتقد بأنه ينبغي أننا نتخلص من ذهنية الوصاية. نعم هذا بالنسبة للذين يعني يعيبون على الأففاس ما يقوم به، وهذا لا يعني أننا نؤيد 100% ما يقوم به الأففاس، ولكن علينا أن نفهم بأن إنما الأعمال بخواتمها، يعني بالنية ولكن بالخواتم. يعني نحن لا ندري حقيقة ماذا جرى في هذه اللقاءات، ولكن عندنا بعض الأسئلة أيوة ربما مليح نطرحها حتى على الأفافاس يعني يفهم، يحاول يجاوب عليها بكل صدق، لأنه نحن هو يعني حسب ما جاء عبر وسائل الإعلام بأن الأفافاس يريد أن يقوم بدور الوسيط. أيوة. وهذا أمر غريب، هو رأى معارض ولا مش معارض، يعني أمر الوسيط بين المعارضة والنظام. ولكن الكل يعلم بأن حتى الواحد يقوم بدور الوسيط لازم تكون عنده يعني جزء من بالمقبولية، يكون يحظى بالمصداقية. تقصد المصداقية والثقة من قبل الطرفين. وهل هذا موجود؟ ربما الأفافاس عنده يعني قبول أو ثقة من قبل بعض الأطراف داخل السلطة، خاصة على ربما على مستوى الدراس، على مستوى المال، رجال المال، على مستوى الأتراك، ولكن هذا لا يكفي. وكذلك ما أظن بأنه حصل على تلك المصداقية وتلك المقبولية وتلك الثقة من قبل الذين يرفضون هذا النظام، وخاصة بعد أنه شارك في انتخابات 2012 ولم يحتج على التزوير اللي كان موجود. إذن القضية راهي هنا، صح لابد أننا جميعا نعمل لخروج لإيجاد مخرج، نحن مع أي محاولة لتحريك الساحة السياسية، ولكن علينا أن نفهم بأن لا ينبغي أن نسقط في لعبة يعني ولا يد دمية بين يدي طرف ضد طرف ثاني داخل السلطة. نحن نريد تغيير حقيقي شامل فعلي للنظام السياسي وطريقة صنع القرار فيه، وسوف نرى كيف يعني الأمور. يعني البعض قالوا دكتور أنور أنه لقاء هذا الأفافاس مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي عبارة عن شذوذ، شذوذ عن القاعدة، شذوذ عن المعارضة الجادة. المعارضة في مؤتمراتها وندواتها ولقاءاتها الأخيرة دعت فعلا لهذا الحوار، لكن ليس بهذه الطريقة، أن ينفرد حزب ما بلقاء بعقد لقاء ما مع من سماهم ممثلي السلطة، فهذا في نظرهم هم، لا ليس في نظري، في نظرهم لا يجوز، طالما أن هنالك إجماع، هناك عمل، هناك تنسيق وتفاهم بين من يسمون أنفسهم معارضين، نخبة سميهم حقوقيين، سياسيين، مجتهدين، يريدون تغيير الحال إلى أحسن حال. إذا بالأفافاس يأتي بمبادرة جديدة اسمها مبادرة الإجماع الوطني، يعني أنت هل فعلا توافق هذا الرأي بأنه شذ عن هذا، عن التنسيقية، عن المعارضين الآخرين، أم ماذا؟ والله شوف، أنا أقول لك بكل جد وبكل صراحة أنه لا يمكن تحقيق هذا التغيير المنشود من قبل أي جهة بمفردها عن الجهات الأخرى. هذا أمر واضح، لأنه نعم. ينبغي، ونحن نعمل منذ مدة في الحرية والعدالة الاجتماعية وفي التحالف الوطني من أجل التغيير، لإيجاد هذه الجبهة العريضة من كل التيارات، من كل هذه التحالفات، من كل هذه التنسيقيات، لنعمل معا حتى يمكن أننا نجعل يعني موازين القوة تكون لصالح التغيير هذا. ولكن الوصول إلى ذلك، نحن هو يقول أنه يريد إلى وصول إجماع، نأمل أنه يستطيع أنه يقوم بإجماع، يعني لأنه هذا لا، لأنه هو المفروض يفهم، الأفافاس يفهم بأنه لا لا لا, لا يمكنه بمفرده أو مع فئة من داخل السلطة أنه يقوم بهذا التغيير المنشود. ولكن نحن لا نريد عرقلة أحد، لا نريد يعني ندخل في صراع معارضة ضد معارضة، نحن إنما الأعمال بخواتمها، نشوف ماذا حيحصل من هذا. وتحركات الأفافاس لا ينبغي أنها تعيق تحركات باقي التيارات وباقي التحالفات التي راهي تسعى من أجل تحقيق هذا التغيير هذا وهذا الإجماع الوطني. يعني إذا نحن ينبغي أن تكون عندنا تلك الحنكة السياسية، تلك الصبر والمصابرة، وتلك كيش نقول soft ناس، يعني لازم ما تكون في هذه الشدة مرونة. هذه في المواقف. نحن عندنا الأمر واضح، نكون صراحة مع الشعب، لا يمكن تحقيق أي شيء
بمعزل عن الشعب باسم الشعب والشعب لا يدري. لا يمكن ذلك، لا يمكن تحقيق أي شيء بغياب السلطة الحقيقية الفعلية في البلد، لأنه هذا الأفلان ولا أرندي ولا من هم هؤلاء بكل صراحة؟ هل هم السلطة؟ لا يعني. فإذا ينبغي أن تكون عندنا هذه، وبعدين خلي كل واحد يسعى. المهم أننا نكون فاهمين أنه لا يمكن تحقيق التغيير الحقيقي الشامل لهذا النظام وطبيعة صنع القرار فيه بمعزل عن باقي التيارات، ولازم ينبغي كل يكون فيه هذا الجبهة العريضة هذه. والوصول إلى ذلك نشوف الناس راهي تجرب. احنا صراحة نؤيد كل محاولة لتغيير الأوضاع هذه، تخلي الأمور تتحرك شوية. فيه ركود وكأنه صراحة يعني أصبحت يعني بعض الجهات في المعارضة كرياكسونير يعني كردود أفعال فقط يعني في المواسم الانتخابية نتحرك بعد ما في شيء. لا طيب، ينبغي العمل. نحن قلنا أننا نمشي إلى الشعب، ينبغي أن نبدأ في هذا العمل نتاع إيجاد مناخ لإيجاد حوار وطني شعبي، هذا اللي لازم تكون فيه يعني. طيب، وتعبئة الشعب، هذا الأمر اللي ينبغي أن نقوم به. سأعود إليك دكتور. البارحة مشاهدينا الكرام كنت قد أشرت إلى أننا وجدنا صعوبات جمة للاتصال بأبرز قيادي جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس. لسنا ندري ما الذي حال بيننا وبينهم، كل مرة يعيدوننا بالمشاركة في إثراء النقاش، ليس بموضوع لقائهم مع الأفلان أو التجمع الوطني الديمقراطي، بل في مختلف مواضيعنا التي نحن نثيرها في مائدتنا هذه منذ 3 سنوات تقريبا. لكن للأسف الأفافاس يعد ولا يفي. هذا ما نقوله، هذه نتمنى أنه في المستقبل القريب يلتحقون بنا النخبة الأفافاس، ممثلو الأفافاس. لكن مع ذلك كنا محظوظين اليوم بمشاركة الأستاذ حكيم معوش، وهو أحد مناضلي الأفافاس منذ سنوات، ليس من الفترة الحالية فقط. أرحب بك أستاذ عبد الحكيم معوش، وأنت كمناضل في الأفافاس كيف ترى هذا اللقاء؟ كثير هي الأوصاف التي وصفت هذا اللقاء بأنه لقاء ملغم، لقاء مشبوه، الأفافاس شذ عن القاعدة، عن المعارضة، كيف به يلتقي بهؤلاء وهم ليسوا في السلطة؟ ربما خانت البوصلة، يعتقد أن الأفلان هو السلطة، الأفلان نجحت في الانتخابات وما يشفى السلطة، وما إلى ذلك من هذه الأسئلة اللي أثرها أيضا ضيف الكريم من واشنطن. قال هنالك أسئلة تطرح على هذا، أنت أعطيني رأيك طالما أنه أنت كنت أحد أبرز مناضل في أبرز مناضلين في الأفافاس وما زلت. سي عبد الحكيم، عبد الحكيم معوش، أكيد يبدو أننا فقدنا مثل ما قال المخرج الكريم عبد الحكيم معوش، فقدنا الاتصال به، وأرجو من الأخ أن يعيد الاتصال به. إذن بالنسبة لك دكتور، توافق الذين يقولون بأن الأفافاس أخطأ حتى في البوصلة في الاتجاه؟ ليس هنالك من يؤكد بأن الأفلان هو السلطة، وليس هنالك من يؤكد بأن التجمع الوطني الديمقراطي هو السلطة، بل هؤلاء ربما من درجة ثانية أو درجة ثالثة، أطراف تدور في فلك السلطة ولكنهم ليسوا من السلطة. هل هذا صحيح؟ أنا الذي قلته، إن شاء الله أن تكون عندنا هذه الثقافة. ينبغي أننا نتخلى عن هذه الذهنية الوصاية. أنا لست وصيا ولا أحد يكون وصي على الأفافاس إلا المناظرين تاع الأفافاس، فهم الذي يختارون سياستهم. نحن الذي نقوله هو أن إن كانوا يعتقدون بأن الأفلان والأرندي هم السلطة، هم مخطئون. أيوة. ولكن ربما عندهم تصور آخر، عندهم في هذه المبادرة. احنا ما وصلناش إلى الإجماع الوطني، هم يقولون أنهم يريدون الوصول إلى الإجماع الوطني. نحن كسياسيين إصلاحيين نريد الوصول إلى هذا الإجماع الوطني. إن هم وصلونا له مليح، ما عندناش مشكلة معها يعني. طيب يا دكتور أنور، ربما نكون محظوظين الآن، نكون محظوظين الآن في سماع ضيفنا الكريم من الجزائر، وهو أحد مناضلي الأفافاس عبد الحكيم معوش. أنت معنا أستاذ عبد الحكيم؟ أنا معك عبد الله، أزول فلاك عبد الحكيم، ما مقليد؟ والله أنا بس مثلي تشكيني بخير. الحمد لله أستاذ عبد الحكيم. كل متتبعي القناة المغاربية، بارك الله فيك، كل عام وأنت بخير بحلول العام الهجري الجديد. فقط احنا أثرنا هذا الموضوع وأنت تعرف هذا، كل الأسئلة كل الاستفهامات تدور حول هذا اللقاء، لقاء الأفافاس وطرفي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، كيف تراه أنت كمناضل؟ يا أخي أنا نعرف معنى الإجماع الوطني. أيوة. ما يقصى حتى الطرف. نعم. الإجماع والأفافاس
ما رفضش أرضية الأحزاب يعني التنسيقية ولا أي مبادرة. الحزب جبهة القوى الاشتراكية يبحث عن الإجماع الوطني بدون إقصاء أي طرف كان. وحين يجتمع الجزائريين ذاك تكون أرضية فهموا على الأرضية كيفاش نروحوا بالبلاد إلى ما هي عليه اليوم. ولكن سي عبد الحكيم، هم الناس يقولوا في الجزائر، المعارضة تقول لا يمكن أن تنتقل بالجزائر من هذه المرحلة لمرحلة أخرى لوحدك، لابد لك من تنسيق، لابد لك من انسجام، لابد لك من تفاهم مع من هم حولك، من هم على يمينك وعلى يسارك، لا يمكن أن تذهب لوحدك. نعم، كانت جبهة القوى الاشتراكية المسير السياسي تاعها ومواقفها يشرحوا الجزائريين من 63 لليوم. كيفاش إلا ما درناش ثقة في جبهة القوى الاشتراكية نديروها في شخصيات أحزاب اللي كانت البارح برك مع السلطة وكانت تعارضنا في الميدان. حنا يجب يعني تكون هناك النية والثقة في الجميع ننتقل إلى مرحلة لينتظرها كل الجزائري والجزائرية. طيب سي عبد الحكيم، لماذا حذر من يسمون بالتنسيقية؟ هم أصدروا بيان وقالوا نحذر من كذا كذا كذا، وما يقصدون المبادرات، يقصدون مثل هذه اللقاءات التي انفرد بها الأفافاس. لماذا في رأيك أنت؟ لماذا؟ من المفروض أنهم يعني يستنوا. أيوة. حتى يجتمعوا مع كل أطراف الممثلة للشعب الجزائري، وبعد الاجتماع هذا ثم يقرروا تجمعوا. طيب بماذا خرج هذا اللقاء؟ بماذا خرج هذا اللقاء الذي تم على فلان؟ هناك لقاء تم مع عمار سعدان الأمين العام جبهة التحرير الوطني وكذلك قياديين في التجمع الوطني الديمقراطي، أبرز النتائج لهذا اللقاء. لفافاس أنه يعني يجب أن يأخذ تصريح من عند اللي كانوا مع لفلان ولا لندي. هو عندهم أرضية الانتقاد. لفافاس ما تهاجم على حتى حزب وما رفضش مبادرة الانتقاد تاعهم. هو للاجماع كي يجتمعوا مبادره للاجماع الوطني. نعم. وهناك تكون ارضيه. نعم اسمعني خويا عثمان. ايوه انا اسمعك سي عبد الحكيم. انا تفضل، واصل كلامك. المبادره هذه تاع الفيفيس هي للاجماع الوطني ماهوش لاقصاء الطرف للطرف الاخر. ولا فيفيس معروف يا اخي عثمان. ايوه لا فيفيس ما تدخلش في نزاع مع طرف بالطرف اخر. لا فيفيس ما كاينش في الحكم. لا فيفيس رفض الحكم اللي يعطيه له النظام، رفضوا شحال من مره قبل الاستقلال، قبل بن بلا في 92 في 2012 رفض يعني المناصب والحوار الاخر اللي يعطيها له النظام. هو ما يعترف الا ب حكم الشعب، الشعب هو السيد في البلاد هذه. لكن لحد الساعة لن تجيب سي عبد الحكيم. يعني نسمعوا يعني عجائب. كلي جبهة القوى الاشتراكية خلقت في 2012. والله خلقت مانيش عارف. لا يا أخي. طيب سي عبد الحكيم، نحن نعرف هذا أنه الأفافاس هو أكبر حزب معارض، حزب تاريخي معارض منذ استرجاع السيادة الوطنية عام 62-900 ألف. لكن فقط أنت لم تجبني بعد الأسئلة، ما زلت تحوم حول السؤال لكنك لم تجب. عن ماذا أسفر هذا اللقاء مع الأفلان والتجمع الوطني الديمقراطي؟ ما أبرز الأخبار التي تسربت عن اللقاء فقط؟ اللقاء واش من الأخبار؟ هل يقبلون يعني بالاجتماع مع كل يعني الممثلين للشعب الجزائري؟ هذه اول خطه، يعني الخطه هي كي يجتمع
هذا الناس الممثلين للشعب الجزائري في طاولة واحدة ويتناقشوا يعني مصير على مصير البلاد هذه. طيب هل مثلا وجدوا أجواء مهيئة لمثل هذه النقاشات أم أنه ما تزالت تهم وتهم المتبادلة؟ لا على ما أظن يعني ما كانش يعني مشاكل. طيب ما كانش مشاكل. وحنا إلى كان هما عرفوا باللي لازم تتغير يعني يتغير من المسير تاع الآخر تاع البلاد هذه. إذا كان اعترفوا يعني باللي على نروح نواسي الخاطر بالبلاد نروح للمواجهة. لا يا أخي. طيب الأفافاس بمعنى أنه ما زال يحمل في منهاجه في تفكيره أنه لابد من عملية التغيير. طبعا هو تبنى التغيير سلمي، لكن من هم في السلطة الآن لا يؤمنون بهذا التغيير، لا يفكرون فيه إطلاقا. يا كي اجتمعوا لا يا أخي ما نسبقوش الأمور. كي اجتمعوا الشعب الجزائري راح كامل يتابع ويسمع. احنا اليوم ما نسبقوش يعني نحكموا بالآخر بالأشياء اللي ما صرات. لازم قبل الكونسنسوس هذا يصرى ويجتمع ومن بعد نشوفوا النتيجة. نعم وهو كذلك يا سي عبد الحكيم. بارك الله فيك يا سي عبد الحكيم. نعم بارك الله فيك سي عبد الحكيم معوش، مناضل سابق جبهة القوى الاشتراكية. نعتذر للمشاهدين عن رداءة الصوت، احيانا يتقطع، لكن في الوقت نفسه انا اشكره على الاقل انه سمعنا واحد من مناضلي جبهة القوى الاشتراكية. دكتور انور، الاخ وهو مناضل ربما تعرفه سي عبد الحكيم معوش، يقول انه هذا كله يصب في اطار الاجماع الوطني، مبادره الاجماع الوطني. الافافاس من زمان هو يخدم بهالطريقه هذه، ماهوش وليد الفتره الحاليه، حزب معارض مسترجع السياده الوطنيه. لا يمكن لاي حزب او شخص مثل ما كنت تقول انت انه يعمل وصايه على حزب اخر. هو حر في ابجدياته في فكره في طروحاته، ولكن هو يقول لا تسبق الاحداث، فربما الايام حبلى بالاخبار السعيده مع هذا في هذا اللقاء. ما رايك انت؟ إن هذا الذي كنت أعنيه، ربما كان علينا أن نطرح عليه الأسئلة الأساسية. أيوة. لأن إذا كنا انطلقنا من هذه الذهنية الأحادية، ذهنية الحزب الواحد اللي مع الأسف الشديد يعني الطبقة السياسية في الجزائر عموما راهي مبتلية بها، وتخلصنا من هذه الذهنية هذه، كان يمكن أننا نمشي إلى صميم الموضوع كما أسلفت. وهذا موش قضية جديدة، هذا يدرس في جميع الجامعات بالنسبة للكونفليكت ريزوليوشن، لما تكون فض النزاعات إلى آخره. الوسيط لازم أن يقبل تكون عنده أن يعني أن يحظى بمقبولية وبثقة من قبل الأطراف المعنية. إذا كان الآن هذا هو السؤال الوحيد، الإعلام يقول، بعض وسائل الإعلام تروج تقول بأن الأفافاس يريد أن يطرح نفسه كوسيط بين السلطة والمعارضة. أولا عليه أن عندكم فرصة أخرى مع أي واحد من الأفافاس فليجيبوا على هذا، هم راهم يسمعوننا أكيد، عليهم أن يوضحوا هذا الأمر. إنهم أرادوا أن يكونوا كوسيط في هذا الأمر، عليهم أن يفهموا، عليهم أن يكون لهم قبولية مقبولية. لحد الساعة يا دكتور لم يصدر أي بيان. مش موجود يعني. نعم لم يصدر أي بيان. قلت لم يصدر أي بيان عن باقي المعارضين بأن هذا الشخص أو هذا الحزب يعتبر وسيطا بيننا وبين السلطة. هذا أولا. ثانيا يقولون ما قام به الأفافاس هو تمييع كثرة المبادرات تشتت الصف، ونحن نريد أن نلم هذا الصف. اللي نشوف الله أعلم راه فيه غرور نوعا ما. الأخ عثمان فيه فرق بين نقول أن أقدم يعني أكبر حزب معارض وأقدم حزب معارض. أقدم أنا نقول أقدم حزب معارض، وهذا في حقيقة الأمر يعني قد ربما يقدح في الحزب في حد ذاته، لأنه من 63 ماذا حقق هذا الحزب؟ ما يجوش يكذبوا علينا، شعب الجزائر راه مازال حي راه يشوف يعني ماذا حقق هذا الحزب، يعني مع كل احترامي لنضالهم ولوقوفهم البطولي، إلى أنه الحزب حزب سياسي مفروض يكون عنده استراتيجية واضحة تكون للوصول إلى الكسب ثقة الشعب. ماذا حصل يا فإذا ما قضية نتاع 63 ولا احنا صغار، احنا جايين بعد الاستقلال، فإذا ما يجيش يعيبوا علينا هذو تاع الثورة نتاع بكري يعني. فإذا القضية راهيش ليست هنا. دونك النقطة الأولى قضية ما ايش الشيء اللي راه يقوم به؟ صحيح نحن في عده طرق اللي قد ربما تؤدي الى هذا الاجماع. اولا وثالثا ما هو هذا الاجماع الوطني؟ هل فيه اتفاق؟ هل فيه تنسيق مع المعارضه؟
مع كل هذه التنسيقيات التحالف القطب نتاع سي مفليت الى اخره، هل فيه اتفاق كان بين احرى يكون فيه يعني ادنى مستوى نتاع اتفاق اللي يوصلوا للسلطه؟ اذا كان والا احنا ننتظر منه، اذا كان راهو يقول انه راهو يتصل بالسلطه، نحن ننتظر ماذا تقترح السلطة. هذا في بداية الطريق. فإذا وإلا احنا ما لازم نضيع وقتنا كثير مع هذا الموضوع، لازم نمشي كمعارضين كإصلاحيين نريد إصلاح ما بأوضاع بلدنا وشعبنا، نواصل منهج نتاعنا، نواصل هذه لا سوبراستركتور اللي كانوا يتكلموا عليها الإخوة تاع التنسيقية، أين هي؟ نحن لم نرى يعني التطور في هذا الموضوع يعني. وبالتالي ينبغي أننا لا ينبغي تكون هذه ديفيرسيون. صح، هذه تولي فيها إشكالية، تولي فيها خطر. إذا كان احنا توقفنا عن العمل نتاعنا وقعدنا نتبع واش راهم يديروا هاد الناس هادو، فإذا لا، نحن منفتحين مرة أخرى، ينبغي يكون لنا هذا الانفتاح، ولكن ما لازم تاني ما ننسى الأهداف التي نعمل من أجلها. هذا الأمر الذي ينبغي نركز عليه، يعني كيف نوحد، كيف نجد هذه الجبهة العريضة من مختلف هذه التنسيقيات. وبالمناسبة انتهي بهذا في هذا السؤال هذا بالذات الآن إذا كان تحب يعني لما عليكش، حتى الأفافاس نحن ننصحه يعني هنالك يعني شريحة عريضة من المجتمع الجزائري لا يستهان بها، وهم بما يسمى للسوسيو ديموقراط الاجتماعيين الديمقراطيين. على الأفافاس المفروض ينشغل شوية بهذا الموضوع ويحاول يكون هذا التحالف ما بين الاشتراكيين الاجتماعيين الديمقراطيين، هذا يسهل لنا عملية توحيد كل هذه في إطار الجبهة العريضة. فماشي لوحده هاك الأمام، لازم يفهم دي الناس عندها الحق تشك فيه يعني، إنه لم يبني هذه الثقة كما أسلفت. آخر خرجة نتاعو في الانتخابات البرلمانية ذيك المزورة نتاع 2012 شارك فيها ولم يحتج على التزوير. فهذا الناس اللي خلى لازم يفهم بدي من حق الشعب أنه لا يثق فيه يعني، ولا ممثل الشعب أنهم يثقوا فيه يعني. فهذه الإشكالية اللي احنا عايشينها الآن يعني. ولكن مع هذا نحن نبارك يعني بصراحة أي مبادرة اللي تحاول توصلنا إلى الإجماع. هذا برك ما تضيعناش الوقت برك، هذا هو المعنى والله أعلم. طيب ما رأيك في الذي يقول بأن السلطة كشفت عبر هذا اللقاء بأنها ما تزال قوية، ما تزال يدها ممدودة، ما تزال بإمكانها أن تلعب مع هذه الأحزاب في الميدان الذي تختاره هذه المعارضة، والسلطة ستتفوق في الأخير؟ انظر إلى أنها كيف أنها سحبت الأفافاس من المعارضة واستفردت بها في لقاء ما، حتى لا أقول السلطة وإنما أطرفا السلطة، استطاعوا بهذا اللقاء أن يثبتوا بأن السلطة ما تزال يدها ممدودة وبإمكانها أن تشغل الأحزاب ببعضها بعضا بتصريحاتها ضد بعض ضد تصريحاتها الأخرى، بطروحات ضد طروحات، وبالتالي يضيع الوقت ويضيع الجهد ويضيع المال ويضيع الإمكانات وما إلى ذلك، وهكذا السلطة تبقى دائما موجودة في السلطة. والله إذا كان نحن نقيس يعني لأنه هذه مفاهيم موجودة لما يبغوش يغرون بها. السلطة في أي بلد هي تخدم الشعب وتحمي مصالح استراتيجية تاع الشعب، تحمي الأمن الغذائي تاع الشعب، تحمي الأمن العسكري تاع الشعب، تحمي الأمن القومي تاع الشعب. فأين هذه السلطة؟ ونحن نرى كل هذه المخاطر اللي هي محدقة ببلدنا. شوف الآخر حتى يقول لك راه كاين فيه يعني، والله من البلية ما يضحك. في هنالك مخابر دولية نتاع الاستاتستيك هذو يبينوا يعني رتبة كل بلد في المجال الاقتصادي وكذا، يقول لك هذا راهم كاين جهات راهي تلعب بالأرقام. هذا كلام هذا يقال من قبل وزير يدعي أنه وزير أول. صحيح. في يعني مع القدرات الهائلة المادية والبشرية نتاع الجزائر نجد وجود يعني نستحيل أن نقول أننا جزائريين في الخارج يعني. كل هذا المهزلة في هذا الاقتصاد البازار، هذا اقتصاد الريعي، اقتصاد نتاع النهب، اقتصاد نتاع الفساد، هذا يعني هذه السلطة راهي قائمة بدورها. صح هي قادرة على أنها تقهر وتكبت يعني الساحة السياسية في نظام مغلوق، قفلت الطبقة السياسية، قفلت الساحة السياسية. صحيح هذه نجحت، وهل هذا النجاح ولا هذه راهي تعتبر كارثة؟ ولكن عليهم أن يفهموا بأن المجتمع الدولي لم يعد يقبل هذا الوضع. طيب يا دكتور الآن لابد من التغيير، عليهم أن يفهموا هذا. نعم سأعود إليك يا دكتور. الآن مشاهدينا الكرام يسعدني أن أرحب بالأستاذ كمال جمازي
أحد قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أستاذ كمال، ما رأيك فيما كنا نتحدث فيه أو عنه حول هذا اللقاء الذي صنع الحدث الأسبوع الماضي بين جبهة القوى الاشتراكية وطرفي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وأنت تعرف هذه المواقف وهذه الأوصاف الكثيرة التي أطلقت حول هذا اللقاء؟ هناك من ربما وصل إلى حد التجريم، حد العمالة، وهناك من حذر من هذا اللقاء لأنه لقاء استفرادي، وهناك من قال ليس لا بأس به طالما هو اجتهاد سياسي ويجوز لأي حزب أن يقوم بما يمليه عليه ضميره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تحية طيبة لك أخي عثمان، وتحية لجميع مشاهدي قناة المغاربية الكرام. شكرا. وبالمناسبة أحيي أخي أنور هدام، وقبل أن أجيب على السؤال، عام سعيد، عام هجري سعيد بمناسبة حلول السنة الهجرية، أعادها الله سبحانه وتعالى علينا وعلى جميع الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء بالخير والهناء. بالنسبة للموضوع الذي تفضلتم به، أنا في الحق لا أخرج كثيرا عما تفضل به أخي أنور هدام بالنسبة للقاء الأساسات مع حزبين، خاصة الحزبين المحسوبين على السلطة، يعني الأفلان والأرندي. على كل حال، نحن بالنسبة لنا نرى أنه من الناحية المبدئية من حق كل حزب أن يتصل بمن يشاء، أن يتواصل ويلتقي مع من يشاء من الطبقة السياسية. نحن بالنسبة لنا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت لنا صلات سابقة يعني مع جبهة القوى الاشتراكية، يعني خاصة منذ وقف المسار الانتخابي، وتواصلت تلك اللقاءات لسنوات عدة. كنا نتواصل مع أي قيادة جديدة في جبهة القوى الاشتراكية، لكن يعني في الفترة الأخيرة خاصة يعني في بالنسبة لهذا العام، يعني لم تتم يعني هناك اتصالات. حاولنا خاصة يعني قبل الانتخابات السابقة، قبل العهد الرابعة، لما كنا نتصل بتنسيقية الانتقال والحريات، لما كنا نتصل بجميع الطبقة السياسية لإبلاغ أول الموقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ وللتواصل يعني لمعرفة مواقف الآخرين. لم يكن هناك اتصال مع جبهة القوى الاشتراكية، لم نرى لها حضور إلا في خلال ندوة المظافران يعني في زيرالدا، وسمعنا ما تدخل به المسؤول الأفلفات. منذ ذلك اليوم لم يكن هناك أثر. طيب ماذا قال؟ ماذا قال أستاذ كمال؟ ماذا قال ممثل الأفلفات في ندوة مظافران إذا إن كنت تذكر؟ كان حسب ما أذكر كان هناك تمهيد لما يقوم به الآن، يعني قال أنه يريد هناك إجماع أكثر، يريد إجماع يكون فيه المعارضة وتكون فيه السلطة. ربما أعطى الخطوط العريضة أو العناوين لما يقوم به في هذه الأيام. قال أنا أحضر يعني هذا اللقاء تاع مظافران، لكن لتوجه آخر ولعمل آخر إلى آخره، يعني وهو ما يقوم به الآن. نحن على كل حال قلت من خلال الموقف للمسؤول للجبهة الإسلامية للإنقاذ، لا يمكننا أن ندلي بشيء، نقول أنه مثلا نحن ضد هذا أو كذا. نريد أن نسمع مباشرة يعني من الجبهة القوى الاشتراكية حتى نحكم على الموضوع. لا شك أن تعدد الرؤى، تعدد يعني تصورات الحلول، إذا كانت كلها تصب يعني لها قواسم مشتركة، تصب يعني في صالح إخراج المواطن الجزائري من الغبن ومن المحنة ومن الأزمة ومن هذا الانحطاط الذي هو فيه، يعني هذا لا شك أن فيه خير. لكن إذا كان كل حزب يعني وكل جهة تريد أن تشتت الجهود، وكل واحد يعني يريد أن يترأس أو يكون له قطب خاص به وتشتت الجهود، هذا شيء غير مرضي وغير مقبول. لكن قلت أنا من ناحية الموقف الرسمي نحن ملتزمون بموقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ألا وهو
ضرورة يعني تغيير النظام الذي أصبح خطرا على البلاد، وذلك عن طريق بطريقة سلمية، عن طريق مرحلة انتقالية، يكون هناك يعني انتخاب مجلس تأسيسي وهناك دستور توافقي. سمعنا من يقول أن الأفافات من خلال لقائه مع الأفلان والأرندي قال البعض نحن نريد أن نساعد السلطة على الخروج يعني من الحكم دون أن تتسبب يعني في مخاطر للبلاد، ولكن الأفافات بهذه الطريقة هو يمد لها حبال النجاة حتى ويساعد النظام على البقاء في السلطة. هذا ربما حكم من التقوا بالأفافات، لكن نحن كموقف مسؤول للجبهة الإسلامية للإنقاذ لابد أن لا نتسرع ونسمع مباشرة من الأفافات، ثم بعد ذلك نصارح الشعب الجزائري ونقول الموقف الذي نراه مسؤولا إن شاء الله يعني. ولكن هنالك تناقض صارخ، لست أدري إن استفقت له أستاذ كمال. الأفافاس منذ تأسيسي وهم يؤمنون بمجلس تأسيسي، يؤمنون بالحرية الأساسية، حرية الفكر، حرية الرأي، حرية الصحافة، حرية الاعتصام، حرية التظاهر، حرية الكثير من الحريات، وأيضا يقولون بأن التغيير واجب، التغيير ضروري، التغيير لا بد منه، لكن التغيير لازم يكون سلمي. أما السلطة فهي لا تؤمن إطلاقا بالتغيير وتقول من أراد أن يغير فليتوجه للصندوق، معناه التغيير عندها غير فقط في الانتخابات. إذن كيف نوفق حول أنه هذا الكلام كنت تقول فيه أنت الآن، حول أن الأفافاس ربما يريد أن يرمي حبل النجاة للسلطة حتى تنتقل من هذا المأزق أو تخرج من الأزمة السياسية؟ لا يمكن أن يحدث هذا إذا رجعنا إلى النضال، رجعنا إلى أبجديات الحزبين أو أبجديات ما من هم في السلطة والأفافاس. الآخر يريد التغيير بطرق سلمية، الآخر يقول لا، لابد أن نذهب للانتخابات. نعم، شوف أخي عثمان، على كل حال هناك الأخ الذي تفضل قبلي من الأفافات، أيوة، وذكر الأخ معوش يعني الذي ذكر تاريخ الأفافات والسوابق، نحن لا ننكر هذا، ولا شك أن الحزب الأفافات من الأحزاب الرائدة في الجزائر، وكانت لها مواقف يعني كانت سباقة في كثير من المواقف، لها مواقف رائدة، نحن لا ننكر هذا. وكما تفضلت أخي عثمان كانت هي من تدعو إلى المجلس التأسيسي السيد وإلى الأمور التي صارت تطالب بها أحزاب أخرى الآن يعني، وفي الحق هذا الشيء يعني نستغربه الآن يعني، نحن كنا نعتقد ونتصور، ولكن عفوا لها موقف مشرف كذلك منذ توقيف المسار الانقلاب توقيف المسار الانتخابي والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري، كان لها موقف سباق ورائد، واحتضنت حتى المواقف كثير من المعارضة ومساهمة كذلك يعني طيبة في العقد الوطني في روما، يعني كانت سباقة في كثير من الأمور التي تطالب بها المعارضة، وحتى أن النظام كان يعتبر الأفافاس من المعارضة الراديكالية والمتطرفة وما إلى ذلك. لكن هذا التحول حقيقة يطرأ علامات استفهام وعلامات يعني استغراب، لأن النظام يحاول بكل طريقة مهما كلف الثمن البقاء في السلطة، والأفافاس يعني بهذه الطريقة يعني يظهر أن الأمر يعني شيء غير معقول. ولكن نحن كما قلت لا نريد أن نستبق الأحداث، نريد أن نستمع، وإذا كان هناك يعني لقاء ونجلس مع الأفافاس ونحكم بعد ذلك على الأمر يعني. طيب ابقى معنا أستاذ كمال الجمال، سنذهب الآن مشاهدنا الكرام إلى فاصل قصير ثم نعود لنفتح محاور أخرى، ولكن بعد فاصل قصير أرجو أن تبقوا معنا. السلطة هذه بتهورها وبسياساتها الغير المسؤولة وهذا الهروب الأمام نحو المجهول يعني كبر الهوة بين السلطة وبين الشعب، هذا اللي خلى الأمن القومي نتاعنا مهدد في منطقتنا ليبيا من الأمن القومي الجزائري يعني.
فصراحة أنا لعله يعني ما أدري شو رأي باقي المعارضين، ولكن أرى بأن هذه القضايا ينبغي أن يعني نتقرب، يعني تكون عنا مقاربة مسؤولة. نحن لا نريد، نحن نريد إلا الخير لليبيا، والفوضى في ليبيا لا تخدم الجزائر مهما كان، مهما الجهة التي كانت اللي راهي تسيطر على الجزائر. فنحن ك لهذا الطاقة الكامنة في الاتحاد في المنطقة المغاربية الشمال إفريقية، أي فوضى في ليبيا أو في تونس لا تخدم هذه المنطقة. ولذلك نحن بكل الصراحة وحسب معلوماتنا التي وصلتنا من قبل إخواننا في ليبيا، عندنا التواصل لا بأس به مع بعض الأطراف في ليبيا، هم يعني حسب معلوماتهم إلى حد الآن صراحة، وهذا الذي فاجأني أنا الأول، يعني الموقف الجزائري كان صراحة كان حكيم بمحاولة إيجاد مخرج. نعم هذا طبعا أنا معروف لست من اللي طبلوا للنظام هذا، ولكن هذا موقف مهم، هم عندهم حساباتهم لديهم في السلطة، ولكن هناك من اتهمهم بأن المخرج لابد أن يكون دكتور. مخرج سياسي، هناك من اتهم السلطة كل الأطراف. يا دكتور فعلا فعلا الكثيرون أثنوا على موقف السلطة من أجل الإتيان بهؤلاء الفرقاء في مائدة مستديرة وطاولة مفتوحة، لكن هناك من اتهم السلطة الجزائرية بأنها تريد أن تأتي ببقايا معمر القذافي. المعارضة الليبية تقول هكذا، هو حسب معلوماتنا وعلى الأقل هذا ما يشاع علنا بأنهم لم يقصوا أحدا. ونحن مع تعرف موقفنا الخاص، وهو الحوار يكون مع الخصوم، الحوار يكون، ولكن الأعمال بالخواتم، ماذا نريد تحقيقه؟ هذا الأمر الذي إن كانت الجزائر تريد أن تفرض سياسة ما على الليبيين، هذا طبعا سوف لن يحقق على أرض الواقع. ما شاء الله الليبيين عندهم هذه الحس الوطني وعندهم الحس نتاع الاستقلالية، ولكن كان توفير، لأن شوف هذه مشكلتنا. شوف يا أخي عثمان، نحن في 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 العشرية الدامية التي تسبب فيها الانقلاب هذا 92، هذا لا أحد تدخل صحيح لحل الأزمة الجزائرية. ونحن نعلم بأن من أبجديات يعني فضل النزاعات لابد من طرف ثالث، وهذا ما معلمنا به القرآن الكريم. فإذا ينبغي أن يكون فيه، ولكن القضية أين؟ نحن نريد أن يفتح المجال للليبيين أن يجلسوا على طاولة واحدة من أجل إيجاد هذا التوافق الوطني، ليعودوا إلى ليسترجعوا السيادة للشعب، وأن يختار فيما بينهم بكل حرية وبكل شفافية. بالمناسبة أنت تكلمت على أن النظام يريد، قال بأنه ليحب يجعل يعني الصندوق، هذا احنا نقول الصندوق شفاف، لا نريد العلبة السوداء. فإذا ينبغي أن تكون في هذه القضية، ولكن كبداية احنا نشجع أن كل الإخوة الليبيين أنهم يستجيبوا لهذه الدعوة، ولكن يكونوا حريصين، كونوا حريصين على أن نحن لازم أن تكون عنا مسؤولية، وكون عنا صورة أوسع. نحن نريد بناء شمال إفريقي، الاتحاد المغاربي يكون قوي ومنسجم اقتصاديا وأمنيا إن شاء الله. طيب سأعود لك دكتور. أستاذ كمال جمازي من الجزائر، تحدثنا عن ليبيا، ماذا عن تونس؟ تونس غدا بإذن الله تعالى سينظمون انتخابات، يقولون عنها من انتخابات مفصلية، انتخابات ستنقل تونس من هذه المرحلة، مرحلة مؤقتة طالت كثيرا، ستدخل تونس مرحلة الشرعية، مرحلة ما بعد عهد بن علي، عهد الآن هو عهد الانتخابات الحرة الشفافية ذات المصداقية، عهد المؤسسات وما إلى ذلك. أنت كمتابع سياسي، كمعارض سياسي، كجزائري، كيف ترى ما يحدث في تونس وما الذي ينقص عندنا في الجزائر؟ نعم أخي عثمان، وإن كان يعني في الحق أود أن تسمح لي أخذ من الوقت يعني ولو دقيقة فيما يخص الموضوع الليبي. هو لا شك أن نحن وليبيا يعني الشعب الجزائري والشعب الليبي شعب يعني شقيق، وهم أقرب الناس إلينا في الحقيقة. نتمنى لهم السلم والأمن والسلام والرخاء والهناء يعني والخروج من هذه المحنة. طبعا جمعهم على طاولة واحدة هذا شيء لا شك يعني شيء إيجابي، ولكن الذي ننكره على الجزائر هو حقيقة أن جمع الفرقاء الليبيين الإخوة يعني على طاولة واحدة شيء إيجابي، لكن
هذا لم يحصل في الجزائر، وانا اوافق من قال يعني من تنسيقيه الاحزاب، يعني من قال ان ارضيه الاجماع الوطني الموجوده في الجزائر اخذت حتى تعرض على الليبيين، فهذا كالذي الانسان المريض يصف الدواء والعلاج لغيره ولا يجده لنفسه، كما قال الشاعر يعني يا ايها الرجل المعلم وغيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وضضنا كيما يصح به وانت سقيم، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. فنتمنى ان الشيء الذي يقترح على اخواننا واشقائنا في ليبيا ان يكون معمول به في الجزائر، جمع كل الناس على طاوله واحده للخروج بشيء يعني حقيقي، يعني المخرج حقيقي للشعب الجزائري لإعادة الكلمة ليختار بكل حرية. وهذا ما نتمناه كذلك للشعب التونسي. الشعب التونسي لما يخرج الناس إلى الصناديق للتعبير عن آرائهم بكل حرية ويختاروا يعني الرجال ويختاروا البرامج بكل حرية وبكل شفافية، هذا شيء يعني نغبطهم عليه، ونتمنى لو يكون كذلك في الجزائر، الذي لأن المواطن الجزائري مل وكره من التزوير الانتخابات، يعني منذ 92 لم نرى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، رجعنا يعني عقود إلى الوراء، وهذا ما وهذا هو سبب يعني الأزمات المتراكمة في الجزائر، سواء الأزمة الأمنية والأزمة التربوية والاقتصادية والعنف المتفشي والذي ضرب بأطنابه في كثير من الشارع الجزائري وحتى في الرياضة وحتى في كل مجال. يعني فنحن نتمنى أن هذه التجربة التونسية، تونس يعني بلد شقيق وبلد صغير يعني من المفروض هو يتعلم يعني من الجزائر أمثال هذه التجارب الناجحة، ولكن نحن نرى أننا نتعلم من أشقائنا ومن إخواننا في تونس هذا المسار الطيب الذي نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح فيه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب سأعود لك أستاذ كمال. دكتور أنور، وأنت كنت تتحدث عن هذه الأخطار المحدقة بالجزائر، تكلمت عن الخطر الأمن القومي بالنسبة لليبيا، ما رأيك في هذا الخطر الاقتصادي الذي يداهم الآن الجزائر اقتصاديا؟ مؤسسة النقد الدولي وجهت إنذارا للجزائر طالما أنها تعتمد بكثرة على المحروقات لسنين عددة، وهي تتمثل وهي صادراتها من المحروقات بترول وغاز 98%. الآن هناك من يهدد الجزائر يقول ربما ستعود الاستدانة من جديد بعد أن قيل بأنها تخلصت منها، وأن تعرف تأثير أسعار البترول على الاقتصاد. الآن هي تتهاوى الآن الأسعار، بعد ما كانت أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد الآن هي في حوالي 80. أنظر لو تنزل هذه الأسعار مرة أخرى. نعم بارك الله فيك. برك معليش يعني هذا حوار إن شاء الله جيد. يلا أنا مع أخي السي كمال والذين جبدوا هذه النقطة هذه بالنسبة لتصرف السلطة هذه مع داخل البلد. نحن الشيء اللي قلناه ينبغي أن نفرق ما بين الأمرين، هذا لا يعني أننا نتخلى ونتغاضى الطرف عن ما يقوم بهذا النظام الطاغي النظام الغير الشرعي القائم في الجزائر. نحن نحب نفرق ما بين الأمرين، هذا لا يعني أننا نتناسى الموضوع، لا إن شاء الله يعني موش يعني بهذا الهدف. يعني حتى السياسات بالمناسبة قبل ما نجاوب على الجانب الاقتصادي هذا لو سمحت، هنالك نقطة أساسية راهي الآن مثلا السياسة الأمنية نتاع النظام هذا الجزائري في الجنوب، شو هذا غلق الحدود هكذا أمام السكان اللي فيه فئة من الشعب الجزائري ومن شعوب هذه المالي وليبيا، وغلق الحدود هكذا هذا تسمى راه إجحاف في حق هذه العائلات وهذه القبائل التي هي عابرة للحدود. فهذا الحد هذا مهم جدا، يعني السياسة هذه الأمنية تزيد في غضب سكان الجنوب وهذا مش مليح، لا يبشر بخير يعني. ولذلك نحن لازم نحل هذه الإشكالية، المشكلة في ليبيا أقرب في أقرب وقت ممكن، مشكلة في مالي في أقرب وقت ممكن. عودة بالنسبة للاقتصاد، طبعا نحن كنا منذ سنوات ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، لأن هذا السياسات الغير المسؤولة نتاع الاقتصاد الريعي هذا اقتصاد البازار اللي حتى البنية التحتية اللي بناوها صرفوا الملايير الملايين يعني الآلاف نتاع الملايين
ملايين تاع الدولارات صرفت في 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 بنيه تحتيه اللي تسهل لامبور اكسبور فقط، ما فيش انتاج، ما فيش اقتصاد منتج، وهذه هي الاشكاليه الكبرى التي نعيشها في الجزائر. هذا هؤلاء لا يهمهم المستقبل، يهمهم يعمروا جيوبهم ويروحوا يعني. ولذلك نحن نقول لابد الان، لانه مواصله هذه السياسات هذه راهم رايحين يضربوا على الحائط يعني. فلا بد من تنويع الاقتصاد نتاعنا، وهذا يتطلب في الحقيقه الامر بنيه تحتيه لتسمح لاقتصاد منتج، وهذا يتطلب يعني انفتاح سياسي، لانه هم حابين يكونترولوا كل شيء. هذا هؤلاء الناس صاحب الذهنيه الاستبداد واستحواذ على 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 مقدرات البلد، ما تخليهم انهم حيقوموا. لا يمكن ان هؤلاء الذين نهبوا كل هذه الخيرات طيله هذه العشرات السنين الان يجوا يقومون باقتصاد منتج ويقوموا بحيث يعني يكون يعود بالفائده لجميع ابناء الشعب الجزائري. فلذلك لابد من احداث هذا التغيير السياسي في اقرب وقت ممكن، حتى يمكننا اننا الجزائر غنيه، والمشاكل التي نعانيها الان ليست مستعصيه، يمكن إيجاد حلول لهذه ويمكن إيجاد. ولذلك كذلك نقطة أخرى في الجانب الاقتصادي، لأنه جانب مهم جدا صراحة، لابد أننا تكون عندنا حقيقة سياسة واضحة بالنسبة لإيجاد ولبناء اقتصاد مغاربي متكامل. الآن نحن في عصر العولمة، الجهات هي التي تتحكم في هذه العولمة، لا يمكن الجزائر بمفردها، وإلا بتنفرد بها هذه القوى الدولية. فعلينا أن لحفاظ على المصالح نتاع الشعوب المنطقة، علينا أن تكون عندنا صورة واضحة، وتكون عندنا مسؤولية لبناء هذا الاقتصاد المغاربي المتكامل، ولا يمكن إيجاد هذا في هذا الوضع، هذا تاع الوضع الحالي هذا اللي راه موجود، هذا الصراعات يعني المفتعلة مثلا بين الجزائر والمغرب، فهذا يعود بالبلاء للشعبين وللمنطقة ككل يعني. فلذلك يعني الجانب الاقتصادي لا يمكن حله إلا بإيجاد سياسة اقتصادية ناجحة، استقرار سياسي يعني، هذا الأمر الذي ينبغي القيام به يعني. نعم يعني لابد من سياسة اقتصادية ناجحة. أستاذ كمال، طالما ونحن نقيم ما يجري في الساحة السياسية تقريبا كل سبت، يعني نقف عند كل محور على حدة، وصلنا الآن إلى مسألة الكفاءات. ربما أنت وقفت أيضا على ما صدر عن وزيرة التربية والتعليم، كانت تقول بأن القطاع يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى كفاءات، فلا تلومونني، هكا قالت، فلا تلومونني طالما أنه ليست لدي كفاءات وخبرات بإمكانها أن تعينني على التسيير الفاعل والجيد للقطاع، تقصد قطاع التربية والتكوين. ما قالته بن غبريت قاله كذلك محمد عيسى وزير شؤون دينية لما سئل عن الرشوة والأفات والمشاكل التي طغت هي الأخرى على القطاع الشؤون الدينية، فقال ليست لدي خبرات أو كفاءات. مدير الجمارك نفسه أيضا وفي الصحراء لما شافوا المرة هذه عبد الملك سلال قال له أعطيني حوصلة على الجمارك وشغلها ونشاطها خلال الفترة هذه في الصحراء، فقال له لقد لقينا القبض على سيارة كانت تحمل مش عارف سلع سوداء أو شيء من هذا القبيل وانتهى الأمر. يعني أنت في رأيك، أنت هل ما زالت الشرعية يعني مطروحة، الشرعية مطروحة دوما، التمثيل الشعبي هو اللي يجيب الناس في مناسب في منازلهم، مثل ما نقول أنزلوا الناس منازلهم، مسألة الكفاءات هذه اللي هي مفقودة، هل أنت فوجئت بهذه التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الدينية، لوزيرة التربية والتعليم، أم أننا نعود من جديد إلى العهد الأول؟ نعم، على كل حال نحن في الجزائر نعيش هذا الواقع يعني حقيقة، هي في الحق من جهة من العيب يعني أن دولة كبيرة في كبر الجزائر يعني بخيراتها، وسواء الخيرات يعني المادية التي حبان الله سبحانه وتعالى بها، أو الخيرات البشرية يعني 40 مليون الله يبارك يعني من الشعب الجزائري، أغلبهم من الطاقات من الشباب، يعني بعد 50 أو 52 سنة من الاستقلال نقول ليس لدينا خبرات ولا ليس لدينا عفوا كفاءات، هذا في حق عيب يعني أن نقول الكلام هذا، وهذا في حق هذا نتيجة سياسة منتهجة، لأن السياسة النظام الجزائري هي التي كرست الرداءة، هي التي قامت بأعمال انتقائية خاصة بعد ووقف المسار الانتخابي، كان هناك يعني انت تشوف مثلا معتقلات الصحراء
كانت تعج بالطاقات وبالكفاءات وبالإطارات الكفأة، فيها الأطباء، فيها الأساتذة، فيها المعلمين، فيها الأئمة، فيها يعني خيرة أبناء الجزائر رمي بهم في الصحراء المحرقة، يعني مع الجهة التي كانت فيها التجارب النووية الاستعمارية. فالشعب النظام الجزائري هو الذي رمى بالكفاءات، ومن لم يرمه في الصحراء هجر إلى الخارج. نشوف الدول خاصة الغربية ولا في الخليج ولا كل أنحاء العالم فيها طاقات جزائرية كثيرة هربت من الظلم ومن جور النظام، لأنها تعرف أنها لو دخلت إلى الجزائر سوف تهمش، سوف لا تجد مكانتها الحقيقية. فالجزائر حقا في الأصل غنية بالثروة البشرية بأبنائها، ولكن هذه الكفاءات مهجرة. احنا نشوف مثلا الصحفي لما تشوفه في القناة اليتيمة صيبه ضعيف المستوى، لكن لما يخرج إلى الخارج نشوفهم في قنوات أخرى ومن أمثالكم الذين نشاهدكم الآن نشوف المستوى الرفيع ونشوف الكفاءات. ففي الحقيقة النظام الجزائري الذي يشكو من الكفاءات ومن هذه الرداءة هو الذي كرس الرداءة، وهو عدو للكفاءات، وهو لا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولهذا وصل إلى هذه النتيجة. ولهذا لما نرى الاحتجاجات اليومية، أنت تشوف يعني في أغلب القرى تفتح أي جريدة وأي قناة تشوف الاحتجاجات اليومية، على سواء على الطرق، على الإنارة، على الجانب الصحي، على الجانب التربوي، على أمور يعني في الحقيقة حتى على هذه الشكارة الحليب تاع الصباح اللي يتناولها المواطن البسيط لازالت مشكلة ومعضلة بالنسبة للجزائر. وهذا في الحقيقة أنتم في يوم في الأسبوع الماضي أخي عثمان كنت درت حصة تاع الموضوع كما تكون يولى عليكم، يعني صحيح. هل هذا الرداءة النتيجة من الشعب الجزائري؟ ونحن يعني من خلال التدخل ظهر أن إذا كان النظام رديء تكون النتيجة أن تعم الرداءة، موش رديء فقط وإنما هو فاقد للشرعية وفاقد للمصداقية الشعبية، لم يأتي عن طريق الصندوق. وهذا الوضع لا يمكن أن لابد لهم عفوا من التغيير إن شاء الله. يعني بارك الله فيك أستاذ كمال، أستاذ كمال القمازي أحد قيادي الجبهة الشمالية للإنقاذ، كان معنا من الجزائر عبر الهاتف، جزيل الشكر لك. الآن مشاهدينا الكرام أبقى في الجزائر لأرحب بانضمام أستاذ جيلاني سفيان، رئيس حزب جيل جديد وأحد أبرز قيادي التنسيقية، تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي. أولا أستاذ سفيان، ما موقف التنسيقية من هذا اللقاء الأخير الذي تم بين طرفي السلطة، جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية لو اف اف اس؟ نعم مساء الخير على كل الإخوة المشاهدين وكل الضيوف. شكرا. الحقيقة هو أنه دائما يعني هنالك حيلة الدين، يعني النظام يحاول يناور باش يضرب دائما المعارضة ويضربها بطرق حتى تكون غير مباشرة. مثلا اليوم أصبح يضرب بالمعارضة بشبه معارضة ويخلق ديدان، والشعب اللي يتبع يظن انه هنالك مثلا انقسام داخل المعارضه، وهذا شيء غير وارد تماما. كيف هذا؟ نعرف كلنا انه المعارضه منذ بعض اشهر بدات تعمل بطريقه جديه وبدات تبني نفسها، وبعد الندوه في زيرالدا خرجنا بارضيه مهمه جدا يعني تحمل عدد من الاقتراحات وبناء المستقبل بالحريات والانتقال الديمقراطي. ففجأة يأتي يعني حزب لربما الناس ما زالت تأمن باللي هو في المعارضة ويخرج باقتراح لكسر المعارضة. لدني أن ربما هذا الكلام يصدم بعض الإخوان، لكن الحقيقة أنه الأسماء أي تحمد ما تقاش اليوم. كلنا عندنا احترام لوجه رئيس الأساسات الأسبق في أيت أحمد، لكن يعني للأسف اليوم الأساسات دخل في لعبة لضرب مسار المعارضة.
فالمشكل هو انه خلقوا نوع من الجدل. هل المعارضة تروح الى يعني نوع من ندوة جديدة يعني يتكلموا على الوثاق وطني؟ فهذا التغليط، لان الاساسات تقدم بفكرة ويطلب من المعارضة ان تتخلى على كل ما عملت من السابق. يعني كل الانجازات لتوحيد المعارضة لازم ننساها، لان الاساسات تقدم وقال انا جئتكم بورقة بيضاء فنعيد المسار من جديد، وكل الأحزاب من جديد تعاود يعني دير اقتراحات. هذا يعني أن ننسخ الأرضية اللي اتفقنا عليها في جيرالدا في 10 جوان، فالخطة جهنمية، لأن هما على دراية أن كل المعارضة راح ترفض، لأن من مستحيل أن نرجع إلى الوراء فيخلق. طيب أستاذ سفيان، دعمت هذا الجدل ضد المعارضة. كان معنا أحد مناضلي لفافاس قال لا تسبق الأحداث، انتظروا الأيام القليلة المقبلة سنعلن عن هذه النتائج، وهي نتائج إيجابية جمعتنا مع طرفي السلطة لأفلان ولراندي، فأنتم لا تسبقوا الأحداث. فقط قال أنتم ما لازمش تكون عندكم إملاءات على حزب الأفافاس، فهو حر، يبقى أنه هو حزب حر. نعم هو حر، هو حر في الاختيار تاعه، لكن المشكل هو تعدى على المعارضة بهذه المبادرة. يعني هاو جاء تعدى كان عضو من التنسيقية اللي استقبلوه وتكلموا معاهم، فهو يقول انه تخلوا على كل المطالب وهيا نبدأ نبني من جديد مسار مع الأفلان والأراضي، يعني مع السلطة. فاحنا في المعارضة كنا نقول نساعد السلطة على الذهاب، فهو يأتي الأساس ويقول خلينا نساعد السلطة على البقاء. احنا نقولوا للأفلان والأراندي وكل السلطة والنظام هذا على العموم اللي فاسد، نقولوا له لازم ترحل بعد فترة انتقالية، ونتكلم باش نأسس دولة القانون من جديد، باش نبني المستقبل، باش الناس هذوما اللي ما كانوش عندهم الكفاءة باش يسيروا البلاد يتلحاوا ويزول يعني النظام هذا. فالأساس يأتي بنظرية أخرى ويقول لك هروح ونتلاقيه بس نوزع مع بعضنا الريع، هذا غير مقبول تماما. فنفس العملية على مستوى النظام يستعملون اليوم على رأس البلاد رجل المريض، ويستعملوا بالاسم نتاعو ويتعاملوا يعني مع المسائل الكبرى بالبلاد تاع البلاد، يعني حسب النظرية نتاعهم. نفس الشيء في هذا الحزب يستعملوا لتسمية الحزب ل يعني أغراض ربما غامضة تماما. أنا نقول للإخوان اللي كانوا محبين الأفافاس، روح الأفافاس أصبح اليوم في الأحزاب الجديدة، في دين جديد، في أحزاب أخرى خارج الأفافاس. يعني للأسف العدد الكبير من إطارات الأفافاس هاجروا منه، فاليوم يعني بعد مشوار طويل الأفافاس اللي كان عندهم مطالب مشروعة أصبح يعني نسي الماضي، ويستعمل بعض يعني الدلائل الغير مشروعة غير مقبولة. عندما يقول في المعارضة وفي التنسيقية كاين يعني أبقات اللي كانت في السلطة، ربما هو ينسى أنه رئيس الآن الأفافاس كذلك كان وزير كان في السلطة، فهذا غير مقبول وغير مشروع كمبرر. فالمشكلة هي مشكلة المواقف، ماهوش مشكلة من كان في أي مكان. هذا هو الآن. أما في عود الأفافاس بيساعد المعارضة باش نضغط أكثر على هذه السلطة للتغيير، أصبح هو ينادي بنوع من مصالحة أو شبه مصالحة على حساب الشعب ولا على حساب التغيير، هذا غير مقبول. انا نذكر الاخوان في المقابله الاولى اللي اجراها مع الامين العام تاع الافلان، تكلم وقال الافلان هو اعظم حزب في الجزائر، هذا يعني يعطيها الشرعيه اللي كان فقدها تماما، وهذا يعني انه الافلان اصبح شرعي وما كانتش تزوير في الانتخابات، هذا عكس ما كان يقول الافلان، وهذا نتاسف له
واكثر من هذا نحن اليوم غاضبون على الاتفات لهذه العمليه اللي راهي كسر في الحركيه والديناميكيه الجديده تاع المعارضه. انا على علم انه المعارضه مازال ما ترقيت الى المستوى الكافي، وربما مازال نقائص في صفوف المعارضه، وربما مازال ما قدرناش ندمج كل الاخوان، وهذا نقص عندنا، لكن لازمنا فيها وقت باش نعالج هذه الامور. اما الاراده هي هنا اليوم الحمد لله عدد كبير من الاحزاب من كل التيارات، وحتى الاحزاب المنحله مثلا الفيس او الالفيدي او كلها في نفس السياق. نحن كلنا حابين نبني دولة القانون ونتخلص من هذا النظام الفاسد. فكان من المفروض ان الاساسات يجي يعطينا اليد المساعدة، ومن المفروض كان يدخل معنا في هيئة التشاور واحنا فتحنا الابواب له، لكن يا للاسف يفكر في امور اخرى، واحنا هذا يعني ما نقدرش نقبل ونمشي بهذا السياق. بارك الله فيك استاذ سفيان، سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد، جزيل الشكر لك. اعود اليك دكتور، وهو سؤال الختام، اريد منك كلمه ختام، الى اين تتجه الامور امام ملامح الانقسام في صفوف المعارضه عما بدر عن الافافاس وخرجته الاخيره واصرار السلطه على انه لا تغيير، ومن اراد التغيير فليتوجه الى صناديق الاقتراع، كي نوفق بين الامرين؟ كمداخله اخيره. والله ككلمة أخيرة ربما علينا أن أنصح أولا الإخوة في حزب القوى الاشتراكية أن يدركوا أهمية الوضع وخطورة الوضع. أيوة. عليهم أن يفهموا بأن أي محاولة لإيجاد الوساطة بين لحل الأزمة ينبغي الأطراف كلها تكون عندها ثقة في الأفافاس في هذا الوسيط، وتكون مقبولة فيكون مقبول من قبلها، وبالتالي عليهم كذلك أن يعملوا إنهم جادين في إيجاد هذا الحل، هذا أن يدركوا عليهم أن كذلك أنهم يتواصلوا مع أطراف المعارضة حتى يكون فيه يعني سوء الفهم هذا يزول. ثانيا عليهم أن يفهموا لا يمكن لأي كان أنه ينفرد بالحل، لابد من إيجاد جبهة عريضة في كل هذه التنسيقيات والتحالفات والأقطاب هذه تكون معا حتى يمكن تأثير على موازين القوى لإحداث التغيير، وأن لا يقعوا في هذا في اللعبة بين الأطراف المتناحكة داخل السلطة. هذا أمر لا لازم أن نفهم. وكذلك بالنسبة لإخواننا في المعارضة عليهم أن يواصلوا العمل، علينا أن نواصل العمل في من أجل إيجاد هذا التوافق الوطني. وبالنسبة كما ذكر أخي مدام على ذكر التنسيقية وعلى ذكر هذا الهيئة الاستشارية، عليهم أنهم كذلك هم كذلك عليهم يوسعوا هذه الهيئة الاستشارية حتى تستقبل كل هذه الأقطاب هذه وكل هذه التحالفات وكذا، لأنه لا يمكن أن ننطلق من صفر، ولكن عليهم أن يدركوا كذلك بأن الانطلاقة لهذا العمل لم تكن في 2012 و2011 ولكن كان من قبل يعني. فإذا لابد الأمر الأساسي هو تكون عندنا وحدة، يعني تكون عندنا تلك الإرادة السياسية الوطنية للوصول إلى هذا التوافق هذا حتى نعمل معا، وفي آخر المطاف بعد ما نتفق على نمشي إلى الشعب. هذا ليس لبلبلة وفوضى وكذا كما يدعي البعض، لا، من أجل أن تكون يعني الدعم الشعبي الحقيقي لهذا التغيير. ونحن مع الصندوق، أنا أكرر وأقول هذا الناس اللي راهم يتلاعبوا بالصندوق يقول لك اللي يحب التغيير يجي عن الصندوق، نحن الذين فزنا بخيار الشعب من قبل بالصندوق وهم الذين قلبوا الصندوق. القضية ليس في صحنا، نريد الصندوق شفاف. نعم نعم، عليهم أن يفتحوا المجال، يفتحوا الطبقة السياسية، يفتحوا حقيقة، وإن أرادوا هؤلاء هذو أصحاب السلطة العلبة السوداء هذه اللي راهم قاعدين يديروا البلد برئيس مغيب يعني هكذا، عليهم أن يشكلوا هما حزب ويجوا للصندوق، ولكن الصندوق شفاف حقيقة يعني. هذا الأمر الذي ينبغي، فلا ينبغي أننا نضيع وقت كثيرا في هذه المحاولات. نحن لسنا أوصية على أي أحد، الشعب هو صاحب السيادة، فعلينا أن نعمل مواصلة العمل، واللي وصلنا لباب الخير أهلا وسهلا به يعني. وهو كذلك دكتور أنور نصر الدين هدام رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية
كنت معنا من واشنطن عبر خدمة سكايب. جزيل الشكر لك. الشكر موصول بسيدنا الكرام لأحد مناضلي الأفافاس سي عبد الحكيم معوش، كان معنا من بجاية، أستاذ كمال قماجي أحد قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وسفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد، وكذلك أحد قياديي التنسيقية، تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم للحدث. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.